بس هو ساعد ان يزم نفرقوا بين حاجتين بين المطالب الاجتماعيه اللي تبناها الاتحاد العام لتنسيق الشغل واللي تتاثر من طرف النقابات بتاع الاتحاد العام. وهنا الاتحاد قاعد يلعب في دوره كما يجب في فض العديد من المشاكل والنزاعات الشغليه وفي الالتقاء في معناها محاوله معناها الغاء الاضرابات القائمه نتيجه الحوارات اللي يقوم بها الاتحاد العام. هذا الجانب المقنن معناها لما يصدر الاتحاد بقيه نتاع اضراب تسقط ثم تنبيه بالبقيه ب 10 ايام وقاعدين نلعب في الدور هذا وعشرات الاضرابات اللي كانت مبرمجه حتى تنفذ لم تنفذ نتيجه الوصول الى اتفاقات بينه وبين سواء كانوا اعراف سواء كانت الحكومه. هذا جانب. الجانب الثاني المطالب اللي كنت نسمع فيها من سيادتك هي مطالب مشروعه في الواقع، معناها مطالب التشغيل ومطالب التنميه ومطالب وامام معناها كذلك ارتفاع الاسعار وتدهور القدره الشرائيه. هذه مطالب شعبيه الحقيقه ما عندها الاتحاد مش في علاقه مباشره بها، الناس هذوما ناس عاطلين على ملو يهمونا مش مهموناش باعتبارهم عاطلين باعتبارهم معناها امورهم الاجتماعيه امور مزريه وامور صعيبه واحد، ولكن هي مسؤوليه الدوله مسؤوليه الحكومه في معالجه هذه المظاهر هذه الظواهر في قسم طرقات. احنا اصدرنا بيان زوز بيانات ليشير من خلالها الى انه الانتباه وعدم اللجوء لمثل هذه الاساليب اللي من شانها تعطيل سير العمل العادي، من شانها توقف الانتاج، من شانها معناها عرقله الانتاج داخل مواقع العمل. واصدرنا بيان في رغم مشروعيه المطالب لانه الثوره صارت على التشغيل وصارت من اجل التنميه وصارت من اجل الكرامه ومن اجل الحريه، وبالتالي العباد هذوما معناها لهم يحق لهم العيش مثل بقيه الشعب التونسي. بالنسبه لوجودنا في سوسه في نزل ما نجموش نعملوا ندوه. لا ما قلتش في نزل، نحكي على مثلا الواقع بعيد اي قلت نزل وكان مفهوم واحنا قاعدين مع متفردين في نزل. لا لا قصدي داخل قاعه مغلقه وقت اللي على الشارع في الفضاء المفتوح. ثم كيما اليوم تقطع الطريق حتى المحاضرين ما نجموش يحضروا في الندوه في الوقت المخصص. هذه حركه احتجاجيه احنا نبهنا لها ونبهنا الى ضروره معالجتها. معناها شوفوا الاصول والاصل نتاع كيفيه اندلاع هذه الحركات الاحتجاجيه وكيفيه معالجتها عبر الاطر معناها وخاصه الحكومه عبر الاطر الجهويه والاطر المركزيه في ولايه في الوزاره في الاماكن المخصصه لذلك حتى نساهم كنا في التخفيف منها التخفيف من وطأة هذه الحركات الاحتجاجيه وبالتالي نوجد حلول ولو حتى تكون حلول ظرفيه في الوقت هذا الا انه تساهم في التخفيف من هذه الحركات الاحتجاجيه اللي قلت الاتحاد اصدر فيها بيان. لانه نرجع مره اخرى ثم حاجتين مختلفين على بعضهم بين الاضرابات المقننه والاضرابات القانونيه اللي قوموا بها واللي نوصلوا في اغلب الاحيان فيها الى كما اجلنا دانييرمون اضراب نتاع المطارات وكما اجلنا العديد منهم اضراب التعليم الثانوي قبل ما يصدر في برقيه اخرى، العديد من الاضرابات اللي تم تاجيلها نتيجه الوضع ونتيجه الوضع الصعيب في البلاد ونتيجه بعض المظاهر اللي جات ونتيجه زاد كذلك اغتيال الشهيد شكري بالعيد واللي تاجل على اساس هذاك الاتحاد الغاء واجل العديد من الاضرابات، نتيجه زاد ترقبنا في تشكيل الحكومه الجديده ما ثماش حركات نتاع اضرابات قانونيه. خذينا تقريب مده كبيره من اجل معناها ترقب اي حكومه معناها قادمه باش نتعامل معها. اذا هذا جانب. الجانب الاخر نتاع الحركات والاعتصامات وقص الطرق نحن ماناش مع الاسلوب هذا لانه اسلوب يزيد بتاتر يصعب ويعقد معناها الوصول الى حل، ولكن في نفس الوقت ما يلزمش زاد نتفاعل بسهوله وما يهمناش فيهم وناس خارجين على القانون وناس يستحقوا الاهتمام يستحقوا معناها الاهتمام بشانهم وخاصه اذا كان قضيه نتاع تشغيل ونتاع تنميه قضيه نتاع فقر واحتياج، وهذا معناها يلزم الحكومه تحمل مسؤوليتها في هذا الباب. هذا بالنسبه لاجتماعنا حول العقد الاجتماعي ونحن مازلنا مواصلين معناها التفاوض في شأنه مع الاتحاد الصناعي والتجارة والحكومة رغم الأمضاء نتاعو، التفاوض في بقية البنود اللي ضمنها العقد، ونتمنى ونأمل في الوصول إلى نتائج إيجابية من خلال العملية التفاوضية اللي قاعدة سايرة، فهمت ولا؟ وبالتالي نتفق على تأسيس المجلس الوطني للحوار الاجتماعي اللي مش يكون هو تقريب في المنطقة العربية ما ثماش عقد اجتماعي وما ثماش مؤسسة اسمها المجلس الوطني للحوار الاجتماعي ثلاثي التركيبه وفيه مجلس اداره بالتداول رئيس مجلس الاداره بالتداول عليه الى اخره لكذلك لعب دوره في اطار مؤسسه الحياه الاجتماعيه والسياسيه في تونس وكذلك التخفيف من وطأة النزاعات الشغليه وكذلك المساهمه في سن التشريعات الشغليه في علاقه بمجلس النواب
القادم معناها مش مع انتخابه في سن التشريعات اللي تهم عالم العمل وعالم الشغل والعلاقات الاجتماعية يستأنس به ويقع استشارته في سن كل التشريعات معناها، وكذلك في دراسة والبحث حول العديد من الاهتمامات المشتركة بيننا وبين حكومة اتحاد الصناعة والتجارة لإيجاد الحلول لها. ونحن كما تعرف في وضع متغير، في عالم متغير خاصة من ناحية الاقتصادية، ولا بد لهذا المجلس باش يلعب دوره حتى يتأقلم مع جملة المعطيات وجملة المتغيرات العالمية في تونس. يشبه المجلس الاقتصادي الاجتماعي؟ تقريبا يشبه المجلس الاقتصادي الاجتماعي، واللي ما لم يكونش ترى المجلس الاقتصادي الاجتماعي في تونس، لأنه خلينا من المجلس اللي كان موجود قبل وشنو تركيبته وكذا، لأنه الحياة السياسية في تونس تقتضي التأسيس إلى مؤسسات تساهم في الحياة السياسية والمدنية، وكذلك في الحياة معناها التشريعية في مجال الشغل ولا في القوانين العامة والقوانين المدنية، يكون ثم مجلس وطني اقتصادي واجتماعي تشارك فيه معناها يشارك فيه الطيف المدني والطيف السياسي لما لا، وعنده اهتمامات وعنده برامج الى اخره. دونك احنا حتى مع الفكره نتاع تاسيس مجلس الاقتصاد الاجتماعي لما لا. تنجمش تكون معنا سي بلقاسم علي في الاستوديو، نسالوك على وين وصلتوا في تقرير